أخبار اليوم. النجم طبعا ذا فويس كيدز أحمد السيسي معانا النهارده وفي احتفالاتنا بشم النسيم. أحمد بنرحب بيك. أهلا بيكم. كلمني أحمد بقى بداية عن الفكرة، أنت إزاي عرفت عن فكرة البرنامج وإزاي تواصلت معاهم واشتركت في المسابقة بتاعت برنامج ذا فويس كيدز؟ بصراحة يا مس أسماء اللي قدمت لي، أنا كنت حابب الموضوع لما قالت لي إن تامر وكاظم ونانسي عجرم، كنت حابب الموضوع، فيعني قررت إن أنا أروح البرنامج عشان كنت حابب أجرب التجربة دي، فبحب أجرب أي حاجة يعني كشخص بيجرب حاجة عشان بعد كده لما يحاول إن هو يقدم تاني يبقى عارف الحاجة. أهلت نفسك إزاي؟ يعني حاولت تشتغل على نفسك، بتحفظ إيه، بتتدرب إزاي، بتحسن صوتك إزاي، بتجود صوتك، وخاصة أنت اكتشفت أكيد عندك الموهبة. اكتشفت الموهبة من وأنا في كي جي 2، كانت مس أسماء هي اللي شطفتني، فيعني لما لقيتني أنا اللي بعبر بس وأنا اللي بعمل حركات بس، فاقتنيت إن أنا اللي أفضل معاها ومشيت في الطريق اللي أغني. انت بتغني الوان صعبه شويه يا احمد، بتحفظها ازاي؟ يعني فكره عدويه واللون الشعبي جات لك ازاي؟ يعني انت هم طلبوا منك ولا انت بتحب اساسا عدويه؟ لا والصراحه بحب عدويه، بس هم طلبوا مني ان اغنيها. الصراحه اتفاجئت جدا، كنت حابب الاغنيه عشان كنت متمرن عليها جدا، ودي اساس اللي لازم اغنيها كل يوم، فيعني كنت حابب الموضوع. ف دي يعني الاغاني الصعبه بكتبها في ورقه كوبليه كوبليه، لغايه ما احفظ كوبليه والكوبليه الثاني والكوبليه الثالث والكوبليه الرابع، فبحفظ الاغنيه على بعضيها من اولها لغايه اخرها. بتعرف المقاطع والمقامات والحاجات دي ولا لسه كبيره عليك شويه الحاجات دي؟ الصراحه يعني انا عارف كل حاجه، بس يعني ان شاء الله لما اكبر هعرف اكتر. اتضايقت لما طلعت بعد كده من البرنامج؟ لا يعني عادي، ما فيش حاجة، قعدت مع صحابي فكيت نسيت كل حاجة. متوقع ان شاء الله بعد كده بتكون استفدت من التجربة دي، استفدت منها ايه؟ لو قلنا خلاص تجربة ذا فويس وخدتها لأول مرة في حياتك وانت في مرحلة صغيرة، ايه اللي استفدت منها؟ استفدت منها ان انا اكون الناس عارفاني، واستفدت منها حاجات كتير قوي، ان انا اعبر واغني وانا ضحك للناس وما افكرش في اي حاجة عشان ما اخافش. عايزين بقى نتكلم معاك واحنا بنحتفل باعياد الربيع، طقوسك ايه في اعياد الربيع بقى؟ بتعمل ايه؟ البيض الملون، الفسيخ، الملانه؟ تيتا يعني بتلوني البيض، فانا بحب البيض، يعني بتكتب لي عليها اسمي طول اليوم، فلما بتكتب عليها اسمي بكون حابب الموضوع ده، فبنزل حديقه الازهر مع صحابي، يعني بنروح أماكن، بنروح سيتي ستارز أنا وبابايا كده. ليك ذكرى معينة في عيد الربيع كان حصلت موقف ما تنساهوش، سواء حلو أو موقف يكون صعب مر عليك؟ هو الصراحة يعني كان حلو جدا الموقف اللي أنا شلته في سوا الربيع. كنت يعني المفروض بيجيبونا كلب بيرقص، بس معجزة الصراحة. كلب بيرقص؟ معجزة. بيرقص فين الكلب ده؟ بيجيبوه عندنا بيقعدوا يطبلوا له فبيتعود يعني، فيعني كانت معجزة بالنسبة لي، حاجة فرحت جدا لما تعودت عليه كل شوية ينزل سقف له، فيعني تعودت على الموقف. قولي يا سيتي، بتحب الرنجة ولا الفسيخ أكتر؟ رنجة. رنجة؟ ليك طقوس معينة بقى في أكلها؟ يعني ليك بتحط عليها حاجات معينة بتتبلها، ولا بتتعامل إزاي مع الرنجة لما بتاكلها؟ ليمون، يعني بحط عليها ليمون بس، ما احبش حاجه غير الليمون. بتكتر منها بقى ولا بتكفايه؟ بتاخد واحده بس ولا بتاخد خمسه سته مثلا؟ خمسه سته يا دوبك، صح. قول لي يا سيتي، احلى الاغاني اللي بتسمعها عن الربيع لمين؟ يعني صراحه كل الفنانين، بس يعني ما بحفظ، بس ساعات بسمع التون بيبقى جميل جدا. طب عايزين نسمع بقى قبل ما نسيبك كده، عايزين نسمع حاجه غنوه حلوه كده بتحبها عن الربيع. الساحة مش حافظ، بس أغاني مش ده معانا. مش حافظ أغاني عن الربيع؟ طب خلاص، عايز نقول غنوة أنت بتحبها وخلاص. ما بلاش من ده معانا. طب يلا بقى نسمعها كده، بس عايزك بقى من أول الطلعة الأولانية خالص، مش من أول الأغنية الموية. روحوا الحبايب بقالوا معام، والتاني راحوا الحبايب بلو معام
والتاني ربطنا على البعد ولا رجعين تاني روح الحبايب ما بلاش اللندة معانا راحت التعب قوي ويانا ولا احنا عشان مش قدك تشتري ويبيع في هوانا ما بلاش اللندة معانا بلاش ده معانا هتلون ليه ويانا ما بلاش حركات الدي امبارح كنت معانا سكر في حلاوة حنية حصل ايه مننا خينا توعدنا ولا بتجينا وتعدي ولا بتسن بكرة اللي عطاك يعطينا وتعدي ولا بيسلم بكرة الله تقياطينا ولا احنا عشان مش قدك تشتري ونبيع في اوانا ما بلاش اللون ده معانا بلاش ده معانا. الله يا احمد، قبل ما اسيبك بس انا عايزه اعرف منك، انت عايز تبقى ايه لما تكبر؟ ان شاء الله يعني مدرب كوره. مدرب كرة؟ يعني انت مش عايز تخوض او تحترف مجال الفن؟ يعني انا كده ولا واخده هواية؟ لا انا واخده هواية. لكن عملك الاساسي نفسك في حاجة بعيدة عن مجال الفن. قولي بقى اكتر مين من صحابك اللي انت بتحبهم في الوسط؟ انا عارفة ان بينك وبين مامادو نشأت علاقة قوية قوي. اكتر صحابي مثلا في المدرسة او في مثلا في اي حتة يعني. مومادو انت مشترك معاه في شغل، انا عايزاك تكلمني عن شغلك الجديد وعلاقتك بمومادو كصحاب بعيدا عن العمل. علاقتي كمومادو صحاب، انا اول ما قابلته ما كانش عارفني، فحسيت ان هو يعني مش عارفني، ما بيكلمنيش كتير، فكنت مش متعود على الدنيا بقعد لوحدي بتفرج على التليفون كده. فما جيت مره لما البرنامج اتعرض لقيت مومادو بيقول لي وانت اللي بتحس بزويس، قلت له انا راح اديني دي حلم كبير قوي. قلت له فيها مون؟ قال لي مفيش حاجه، اصلا ما كنتش اعرفك فعشان كده ما كنتش بكلمك. قلت له لا انا احمد السيسي. فمن ساعه علاقتنا واحنا كل شويه بنتقابل مع بعض، لازم نسلم على بعض يعني، يوم وبنوحش بعض يعني. وحشوا بعض؟ ربنا يوفقك يا سيسي، واحنا مبسوطين بيك ومبسوط بموهبه صغيره، ان شاء الله تبقى نجم كبير ونشوفك يا حبيبي. ان شاء الله. تحب تقولي لجمهورك يا احمد؟ بحبهم كلهم وبشكرهم على شاف الفيديو ده، وبتمنى لهم ان صوتي يعجبهم، وان شاء الله الفيلم اللي هيتعمل مع تامر حسني يعجبهم ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا كلنا بنموت فيك يا احمد. شكرا.